اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. الفقره دي هنتكلم فيها عن مستقبل الطاقه، مستقبل اسعار الطاقه عالميا. طبعا شفنا اللي حصل والاعلان الامريكي عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران وفرض عقوبات على ايران، ولسه من شويه سامعين الرئيس الامريكي وهو بيتكلم برضه. عايزين نعرف اثار القرار ده ايه، عايزين نعرف التأثير علينا هيبقى ايه، عايزين نعرف مستقبلنا احنا في القطاع ده ايه. فضيفنا وضيفكم النهاردة معالي وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال. مش مهندس، أهلا بيك معالي وزير بقى. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. اللي حصل يعني هو كان شيء متوقع لسبب بسيط، ان هو الراجل من ايام الانتخابات قال انا هعمل 1 2 3 4، وهو شغال على الاجنده بتاعته، وهو شغال على 1 2 3 4. طبعا فمش مفاجاه. طبعا مش مفاجاه. تاثيره ايه؟ والله انا من اول امبارح شغال كده بعمل مجموعه من التحليلات للموقف، لان احنا بنمر بظروف اشبه بظروف متكرره قبل كده. ففي مجموعه شرايح كده عملتها. لو نبدا باول واحده فيهم اللي هو شكل اسعار البترول وخلال العشر سنوات اللي فاتوا من 2008 ل 2018، مرورا يعني من ساعه الازمه الاقتصاديه، مرورا بارتفاع اسعار البترول ثم انخفاض اسعار البترول وهكذا. هنجد انه في هذا الشكل زي ما احنا شايفين اسعار البترول قبل 2008 كانت وصلت لمعدلات غير مسبوقه، اقتربت من حاجز ال 140 دولار. ثم هبطت بعد الازمه العالميه اللي حدثت في 2008، ثم بدات اسعار البترول تتعافى قليلا الى ان وصلت الى اكثر من 100 دولار في 2014، الربع الاخير في 2014. ثم حدثت الصدمه الشديده بانخفاض اسعار البترول وتدني اسعاره الى ما دون ال 30 دولار. ثم بدا يتعافى قليلا واقترب حاليا من ال 75 دولار. مجموعه مشاهدات جمعتها من مجموعه دول. ايه هي الدول اللي بتشتغل فقط لصالح نفسها، ملهاش علاقه لا بحرب ولا بسياسه ولا بكذا؟ ايه الدول اللي عايزه يبقى لها دور سواء شرق او غرب؟ ايه الدول اللي ايه الدول الغنيه المنتجه للبترول وكيف تتاثر لو حصل عليها عقوبات؟ ايه الدول اللي ما بيحصلش عليها عقوبات وبتتاثر ازاي؟ مصر في وسط الكلام ده. فهنجد انه في اول حاجه عندنا هنا في الجنوب، كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبية من سنة 2008 لسنة 2016 متوسط الدخل الفرد من الناتج القومي بيزيد بغض النظر عن تحرك أسعار البترول انخفاضا وارتفاعا، زي ما هنشوف من الشريحة اللي هي التالية على طول. هنجد انه متوسط زي ما احنا شايفين كده تصاعدي طالع لغاية ما لمس 35,000 دولار في السنة. الشريحة اللي وراها دخل بيوري الفرد في جنوب كوريا، متوسط دخل الفرد في جنوب كوريا من الناتج القومي. الشريحة اللي وراها على طول بتدي معدلات التنمية وكيف أن معدلات التنمية تأثرت في 2014 نتيجة أن الدول الغنية المنتجة للبترول لما وقفت مشروعاتها، وشفنا ما حدث في الخليج. كل دول الخليج أجلت مشروعاتها، فحدث شيء من الكساد العالمي ادى الى انخفاض معدلات النمو في كوريا ل 2.4 في 2015، ابتدت تزيد شويه مع تعافي اسعار البترول، وصلت الى في نهايه 2017 ل 3.8%، وده رقم جيد بالنسبه لهم جدا. ثم بدا في انخفاض مره اخرى مع تصاعد نبره ودقات طبول الحرب في المنطقه. هنشوف هنا ده برضو ايه تاثيره على المجتمع زي كوريا كده. في من خلال معدلات البطاله نجد انها بتتراوح ما بين 3 الى 4%، وده رقم امن جدا لدوله زي كوريا، ويعبر في النهايه عن اقتصاد قوي. الحاله اللي وراها حاله روسيا، دوله كبرى تريد ان يكون لها دور، وهي لاعب اساسي ومحوري في منطقه الشرق الاوسط. ابتدى يحصل ايه عنده؟ دخل متوسط الناتج القومي للفرد عمال يتذبذب ما بين 2008 ل 2016، زياده ونقصان مع تزايد وانخفاض اسعار البترول. ونعلم انه في الفترة كانت 2016 تحديدا لما حصل انخفاض في اسعار البترول شديد جدا، تأثرت الروبية الروبل الروسي وفقد اكتر من 30% من قيمته لولا تدخل البنك المركزي بضخ كميات اضافية من الدولار عشان يخفض، ولما اتفرض العقوبات في موضوع اوكرانيا. بالظبط. وما دي واحدة من الحاجات
وعشان كده هتلاقي ان عنوان الـ 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 الورقه اللي انا عاملها دي هي اسعار البترول بين السياسه والاقتصاد، كيف تؤثر، كيف يؤثر الاثنين على بعض. وكانت واحده من المشاكل اللي انا كنت بعرض لها، كنت بعرض اربع مشكلات الحقيقه. كنت بعرض مشكله ايران ومشكله القرن ومشكله مصر ومشكله روسيا، كيف يتم ان المواضيع دي كيف تحسم من خلال اسعار البترول واللعب فيها. هنا شفنا قد ايه تاثر مستوى متوسط الدخل بالنسبه للفرد في روسيا، ولما نشوف اللوحه اللي بعدها شكل المعدلات النمو انخفضت بالسالب الى اقل من 4.5%، ثم بدات تتعافى قليلا مع بدايه 2014 من 2015 الانخفاض شغال عمال يزيد. 2015 وصل ذروته، ابتدى يقل شويه مع بدايه رفع العقوبات عن ايران وتطور اسعار البترول ايجابيا، بدا يزيد، وصل الى معدلات جيده جدا في نهايه 2017 الى 2.5%، ثم عاد في الانخفاض مره اخرى مع حاله الترقب اللي شهادتها. عايز ادخل علينا علشان نلحق، انا عايز حضرتك تقول لي نسيب روسيا ونخش على ايران. كيس الاول، ونشوف ايران من 2008 ازاي ابتدى متوسط الدخل الفرد بتاعها بعد الازمه الاقتصاديه الكبيره ابتدى يحصل فيه تعافي الى شيء ما، ثم اعتبارا من 2012 ابتدى يحصل انخفاض في متوسط دخل الفرد من الناتج القومي نتيجة العقوبات التي فرضت، ثم كيف تعافى هذا الأمر مع 2016 في نهاية فترة الرئيس أوباما والتوصل إلى اتفاق، وصل الرقم إلى حوالي 19,000 دولار، وده كان تأثيره عامل إزاي على معدلات النمو اللي وصلت 16% في يناير 2017، ثم بدأت في الانخفاض لتصل إلى 1% في يناير 2018. تأثير ده على معدلات البطالة في إيران انخفضت قليلا في 2017 ثم بدأت في التصاعد مرة أخرى، ومتوقع أنها تصل إلى معدلات غير مسبوقة. لو عدينا السعودية، لأنه السعودية تأثرت صحيح، لكن التأثير ما بيأثرش قوي على الناتج، على متوسط دخل الفرد من الناتج القومي ولا معدلات البطالة، لأن معظم العمالة في السعودية مستوردة. نخش وراها على مصر على طول، نجد انه في الفترة من 2008 ل 2016 حصل في ثبات تقريبا ما بين 2010 ل 2014 في معدلات في متوسط دخل الفرد من الناتج القومي، بالرغم من ان في زيادة بتحصل في الناتج القومي، لكن مع الزيادة في عدد السكان هذا الرقم بيتآكل شوية، لكنه بحالة جيدة في 2016 2700 دولار تقريبا في السنة. لما بس هو بيزيد بيزيد بالرغم من زي ما بقول بالرغم من انه عدد السكان بيزيد. المطمئن شويه هنا المعدلات النمو السنويه، فاحنا بنتكلم من 2015 ل 2018 حصل انخفاض نتيجه الحادث بتاع الطائره الروسيه في 2016، عمل دروب شديد جدا في معدلات التنميه، لكن بدا يحصل معاه تعافي واحدة واحدة، ووصلت النسبة في يناير 2018 إلى معدلات نمو 5.3%، ده رقم ممتاز جدا. وطبعا هنشوف تأثيره مباشرة على الشرط اللي وراه اللي هو معدلات البطالة، كيف بدأت تنزل من 12.8 إلى حاليا 11.3. أمريكا، كيف يستفيد هذا البلد من انخفاض وارتفاع أسعار البترول؟ يعني احنا قعدنا شفنا دلوقتي ان احنا عندنا ارتفاعات وانخفاضات، بس امريكا ايوه زي ما انت بتقول كيف كيف تستفيد سواء اسعار البترول زادت او انخفضت الامريكان مستفيدين. ليه؟ هنقول بعد كده. هنجد انه في الفتره ما بين 2008 وبعد الازمه الاقتصاديه الكبرى اللي هبطت بالناتج متوسط الفرد من الناتج القومي من 47,000 من 49 ل 47 بدأ المنحنى في الصعود مره اخرى، ليصل في نهايه 2016 لحوالي 52,000 دولار. نشوف مع دي متوسط دخل الفرد في امريكا، متوسط دخل الفرد في امريكا. نشوف هنا معدلات التنميه، زي ما كنا بنقول من شويه انه الراجل من يوم ما جه في يناير 2017 وهو وعد انه هيعمل، هو كان بيقول جوبز جوبز مور جوبز، يعني هنجيب فرص عمل في كل مكان، وعد ان هو يخفض الضرائب خفضها، وعد ان هو ينقل السفاره نقلها، وعد ان هو يحسن الاقتصاد زي ما احنا شايفين. احنا خلينا نشوف من يناير 2017 كان معدلات النمو 1.8، النهارده بتتكلم في 3%، يعني تقريبا الضعف،
ورقم بالنسبه للاقتصاد الامريكي رقم كبير جامد جدا، لان انت بتتكلم في كام؟ في 20 تريليون. احنا مش بنتكلم في رقم 500 مليار وحاجات كده، لا ده انت بتتكلم في 20 تريليون. شوف معدلات البطاله كيف انخفضت من 4.4 الى 3.9 في ابريل 2018. التيبل الاخير ده بقى او الجدول الاخراني ده، ده مش هيبقى واضح، فانا عايزك تشرحه لي كده. ده جدول صعب شويه. ده بيقول اجمالي الناتج القومي على مستوى العالم. انا حاولت اشوف احنا مثلا هل في حد من الكتله العربيه او المتوسطيه موجوده في العشر الاوائل، ما لقيتش. فقلت طب نمد ده شويه نوصله لغايه 15، ما لقيتش. فقعدت امده شويه لغايه اما دخلنا لغايه نمره 17 عشان يبقى في تركيا، يبقى في حد من منطقه الشرق الاوسط موجود في اجمالي الناتج القومي. هتجد انه الحاله هنا امريكا في 2016 ديسمبر 2016 اجمالي الناتج القومي يقترب من 19 تريليون. نمره 2 ورا الصين ب 11 تريليون. رقم فيه في النص كميه حاجه بتاعت 30% فرق. ثم واحنا بنتكلم في التريليونات. ثم تجد بعد كده اليابان 4.5 تريليون، المانيا 3.5 تريليون، المملكه المتحده 2.6. عايزك يا سياده الوزير تقول لي بقى ايه يعني علشان انا اتفهمني. انا راجل بسيط ما بفهمش طبعا في الكلام الكبير اللي حضرتك بتقوله. نقف عند الشريحه الاخيره. انا عايز افهم يعني افهم ايه يعني مين الكسبان في القصص دي كلها. نقف عند الشريحه الاخيره اللي مكتوب فيها المشاهدات والخلاصه. لما بيحصل انخفاض في اسعار البترول، امريكا هي اكبر مستورد للبترول على مستوى العالم. كانت ما زالت اكبر مستورد. اكبر مستورد فهم يستوردون ما بين 3 الى 3.5 مليون برميل يوميا حتى الان، بالرغم ان هو صرح بتصدير البترول الصخري والغاز. صحيح. الا انه ما زال اكبر مستورد، لانه قبل كده كان رقم الاستيراد ده بيوصل ل 5 مليون. فلك ان تتخيل لما البترول ينزل من 140 دولار ل 40 دولار، فانت بتتكلم على ان في يوميا 400 مليون دولار وفر في الخزانه الامريكيه. 400 مليون دولار، فانت بتتكلم في الشهر 12 مليار دولار، في السنه بتتكلم في كام؟ في حوالي 140 150 مليار دولار بتكسبهم من الخزانه الامريكيه من الدول المنتجه للبترول اللي هي بتصدر. لانه قدام ده لما نيجي نشوف بلد زي السعوديه تنتج 10 مليون برميل يوميا وينخفض الرقم بنفس ال 100 دولار، فانت بتتكلم في خساره او عدم تحقيق ربح حوالي مليار دولار يوميا. الرقم ده اثر هنا ازاي؟ ان هو وقف مشروعات التنميه. واثر هنا ازاي؟ وفر لمشروعات التنميه. هو قلل الماده الخام، لان بلد زي امريكا هي بلد تعتمد على الصناعات التحويليه، وبالتالي كل برميل داخله لو ثمنه 100 دولار بيطلع منتجات قصاده ب 1200 دولار، بيصدر منهم حوالي 40% بره. فدايما النتيجه لصالحه. وعشان كده هو اقتصاد كبير جدا. بلد زي كوريا واليابان هي بلاد ليس فيها لا بترول ولا غاز، هي تستورد البترول والغاز من كل مكان. لكن مع انخفاض اسعار الماده الخام وهي بلاد بتشتغل في الصناعات التحويليه، فاللي بيحصل ايه؟ انه الماده الخام انت تعلم انه تاثيرها من 40 ل 50% من سعر التكلفه وقد يصل الى اكتر. فما بقى لو انت قدرت توفر في هذا الرقم 10% فبيعمل لك مكسب كبير جدا. مع انخفاض اسعار البترول المارجن كبر بتاع الربح، لكن مع حاله الكساد اللي موجوده في هذه البلاد اللي هي مفترض تتعمل عندها مشروعات، ما هي كوريا بتصنع معدات علشان خاطر مثلا توديها في مصر وفي السعوديه وفي الكويت. لما يحصل تباطؤ في النمو فانت بتبطئ شويه في مشروعاتك، فاللي بيحصل ايه؟ انه بيرد عنده، فبيحصل شيء من التباطؤ في معدلات النمو. لكن ما زال متوسط، ما زال الدخل القومي بيزيد، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي بيزيد. صحيح ممكن يكون بيزيد بنسبه قليله لكن ما زال في زياده، بعكس بلد زي مثلا مصر مستورده، او خلينا الاول نقول حتى بلد منتجه من البلاد الغنيه زي الكويت مثلا والسعوديه وروسيا. بيتاثر ازاي؟ لما بيبص يلاقي في عنده مليار دولار يوميا بيقل من حصيله الايرادات عنده، فبيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي يراجع اولوياته، يبتدي يشوف ايه الحاجات اللي محتاج يعملها، يبتدي يخفض بعض الامتيازات اللي كان بيديها للناس. شفنا مثلا في السعوديه يمكن حاجه من الناس ما وقفتش عندها كتير، ازاي بدات تنقل المرتبات من الصرف على الشهور العربيه للشهور الافرنجيه. القصه دي وفرت له نص شهر مرتبات على مستوى الدوله، يعني مليارات.
ازاي ابتدى يحرك اسعار الوقود، ازاي ابتدى يحط مجموعه، يفرض مجموعه من الاعباء الاضافيه، يعني يشيل الدعم يعني. ازاي ابتدى يحرك، ازاي ابتدى يحط مجموعه من الاعباء الاضافيه على المغتربين علشان ما يستفدش من الاسعار المنخفضه اللي هو بيبيع فيها بيها للمواطنين، ازاي بدا يدي امتيازات للمواطن بس، ها؟ ومع هذا ابتدى ياجل مشروعات تنمويه، وتاجيل المشروعات التنمويه ده بيعمل حاله احتقان داخل المجتمع، وده شيء مش مطلوب على المستوى السياسي. فيبتدي يحصل ايه؟ تبتدي القيادات السياسيه في البلادات اللي اتاثرت تراجع مواقفها تجاه مين صديقي ومين عدوي. اقف مع موقف مين في سوريا وما اقفش مع موقف مين، ابتدي اعمل ايه في مثلا الناس بتساعد مصر، ولا نبتدي نتباطأ شويه علشان خاطر مصر مش واخده موقف مثلا ماشي مع المخطط الامريكي. أنا حاجات بهذا المنظر. انا النهارده حضرتك بتتكلم في حاله انخفاض سعر البترول، انما النهارده احنا عندنا في حاله ارتفاع سعر البترول. توقعاتنا ايه للفتره اللي جايه؟ توقعاتنا انه مع تعالي نبره اصوات الحرب اللي موجوده دي، ووقف الخام الايراني فجاه مع ارتباط يعني مع العقوبات اللي موجوده عليه، هيحصل فيه نقص شويه من المعروض. النهارده السوق فيه حوالي 92 مليون برميل يوميا انتاج، اللي محتاجه السوق مش اكتر من 90. الاوبك بتنتج منهم في حدود 40، والبره خارج الاوبك، ففي شويه وفره. شويه الوفره دول كانوا عاملين اريحيه في السوق انه ما يحصلش زياده في الاسعار على طول. شويه الوفره دول لو تلاشوا، او لو حصل ضغط شويه بين المستخدمين وبدا يخزن، فهيروح عامل ايه؟ ارتفاع لحظي في اسعار البترول. احنا شفنا في خلال الشهر اللي فات اسعار البترول بدات تزيد شويه شويه، وطلعت من ما دون ال 70 دولار وتخطت ال 73.5. نتوقع انه في خلال الايام القليله القادمه انه يوصل 78 قد 80، لكن هيرجع يحصل هبوط تاني نتيجه ضخ البترول الصخري، لانه البترول الصخري لما بتتجاوز الاسعار 40 دولار ما بيبقاش سعره اقتصادي، فبيبتدي بعد كده بيبقى سعره اقتصادي، فبتبتدي امريكا تستغنى. هو اللي انا فاهمه ان لازم يبقى السعر البترول فوق ال 60 دولار علشان يبقى البترول الصخري. لا 40 ذو جدول. لا 40 داخل امريكا. 40 داخل امريكا. 40 فاقل من 40 ما ينفعش. اقل من 40 فوق 40 هو كسبان بالظبط. فعشان كده لما بتبتدي الاسعار تزيد شويه، بيبتدي البترول الصخري الامريكي ينزل السوق، فيعمل شيء لاحلال من الواردات، يقوم يكتر شويه المعروض، ينخفض الطلب شويه، فتبتدي الاسعار تهبط تاني. نتوقع انه على نهايه العام ترجع الاسعار لمعدلاتها الطبيعيه، 65 طيب. دولار 63، مش مفروض انها تزيد عن كده. ده التوقعات. يعني احنا لو نبص على مشروع الموازنه بتاعنا، احنا شايفين ان احنا في الحدود دي 60-65 دولار، فاحنا النهارده لما بنبقى في ال 77 دولار مشكله. مشكله. كل دولار زياده في سعر البرميل بيعمل لك حوالي 2.5 مليار جنيه زياده في الدعم. لان انت مستورد، بتستورد حوالي 35% من اجمالي استهلاكك من الخارج، مع زياده الاسعار ومع التحرير اللي حصل في العمله، فالرقم ده كبير، ما هوش رقم صغير. النهارده لما حضرتك بتقول ان هو تاثير مؤقت موضوع ارتفاع الاسعار، احنا في عندنا برضو مؤشر كده شفناه كان في تصعيد النبره مع كوريا الشماليه، وقلت بقى بتتكلم على السياسه والاقتصاد، كان في تصعيد نبره عالي قوي مع كوريا الشماليه، وبعدين دلوقتي بس وزير الخارجيه الامريكي في كوريا الشماليه، وتم الافراج عن الثلاث امريكان اللي داخل كوريا، فالدنيا ابتدت تهدى. هل تتوقع ان دي ممكن تبقى زي ما بيقولوا مانوفر تكتيك؟ طبعا. بص انا لسه كنت هقول لك الرئيس الامريكي، المثل الامريكاني، الامريكان مؤمنين وان فاير ات تايم، ما يفتحش على نفسه اكتر من جبهه في وقت واحد، بالرغم من قوته وعظمته وسلاحه و، لكن هو ما يفتحش اكتر من جبهه في وقت واحد. فهو قبل ما يفتح الجبهه الايرانيه كان محيد بقدر كبير الجبهه الكوريه. وسياسه الوصول الى الحافه اللي هو البرينكمنشيب زي ما بيقولوا، هل يعني نتوقع ان ده يكون حاصل علشان يساند السيناريو اللي حضرتك حاطه ان هو هيحصل ارتفاع وبعد كده ثم ارتداد ثانيه وانخفاض الاسعار؟ لازم يعمل ده، لازم هيعمل ده. ما يعني مش هيقدر يسيطر على المقدرات السياسيه في منطقه الشرق الاوسط والشرق اللي بيسموه الادنى دون ان هو يهبط اسعار البترول بهذا المنظر،
علشان يؤثر على الاقتصاد الروسي وما يخليهوش يتدخل. وانت هنا اللي بيعمل البالانس ايه او اللي بيعمل التوازن ايه؟ التواجد الروسي معاك. فاذا انت اثرت على الاقتصاد الروسي بقدر كبير فده اللي بيعمل معاك القصه دي، الاقتصاد الروسي والاقتصاد بتاع منطقه الخليج. اشرحها لي. منطقه الخليج لما بتهبط اسعار البترول شويه فبتتاثر جدا الايرادات. بلد زي الكويت مثلا تعتمد بنسبه 85 الى 90% على تصدير البترول الخام. مع انخفاض الاسعار بيحصل عنده مشكله. نفس الشيء كان موجود في السعوديه، ولهذا السعوديه اعلنت عن سياسه جديده 2030 ان هو يبتدي يعمل تنوع لسله الايرادات، ما تبقاش معتمده فقط على خام البترول عشان لما بيتاثر مشروعات التنميه بتقف، وده بيعمل حاله احتقان داخل الشارع غير مطلوبه على المستوى السياسي. نفس الكلام في سوريا، لكن في روسيا، لكن التاثير في روسيا بيبقى اضعف شويه من منطقه الخليج لانه سله الايرادات الروسيه بتعتمد على اشياء ثانيه كثيره. هو اكبر منتج ومصدر للحبوب على مستوى العالم، هو اكبر منتج ومصدر للسلاح على مستوى العالم، تاني هو اكبر ثاني بالنسبه للسلاح ثاني، لكن بالنسبه للغاز هو اكبر منتج ومصدر للغاز على مستوى العالم، هو اكبر منتج ومصدر للبترول على مستوى العالم. فكل الحاجات دي بتشكل بتعمل تنوع في سله الايرادات فبيحصل. ومع هذا حصل تاثير انخفاض في العمله 30%. انخفاض في العمله 30% ده بيعملوا التضخم قد ايه؟ عالي جدا. فيبتدي يحصل حاله من اللي بيسموها الاستنفار في الشارع، وهي حاله غير مطلوبه، خاصه ان انت داخل على انتخابات محليات هنا وهنا وهنا. في كل مكان هتلاقي انتخابات المحليات موجوده وانتخابات المجالس النيابيه وانتخابات الكونجرس. كل الاحوال متشابهه في كل البلاد. فبعاده كل الحالات اللي هي بيسموها حالات الركود دي ما بتبقاش في صالح اي دوله. يعني انتوا كرجال صناعه البترول انتوا السبب في كل مشاكل العالم. ده صحيح في الوقت الحالي. طبعا، لانه رغبه الدول العظمى في السيطره على منابع الطاقه اللي هي الشريان الرئيسي للتنميه هي اللي بتعمل كل ده. لما اكتشفوا غاز في موزمبيق من سنتين، الشعب الموزمبيقي احس بالخطوره، قال لك كده بدايه الحرب معانا، احنا كنا قبل كده عايشين في سلام. هتبتدي الناس بقى تخش عنده وتشوف الدنيا اخبارها ايه. بغيت السيطره على كشوفات الغاز اللي موجوده. يعني نقدر نقول ان مشاكل العالم بتكمن في مصادر الطاقه. لا تنميه بلا طاقه استاذ ايمن. وبالتالي ان اردت أنت النهاردة كيف تسيطر؟ لو عايز تكلمني على موقف ما، ما تقوليش بقى حقوق إنسان، لا لا، ولا تقولي سلاح نووي، ولا تقولي بتاع، أنت قولي مصادر طاقة ونفط. نحن نتكلم عن أكبر دولة تدعي ديمقراطية في العالم، مش كده؟ ها؟ أمريكا. أمريكا. خلينا نتكلم عن أكبر دولة تدعي ديمقراطية في العالم. أمريكا. كيف اتخذ القرار؟ كونجرس خارج بيهاجم القرار، بيقول لك إن هو لم يتم التشاور معنا في هذا القرار. وده قرار أمة. لكن أكيد في مجالس معينة، مجالس الأمن القومي والدوائر القريبة من الرئيس الأمريكي اللي بتنصح باتخاذ هذا القرار، وعندها من المبررات ما يؤيد اتخاذه لهذا القرار. لكن احنا زي ما كنا بنقول من شوية، في هذه في مثل هذه الأمور بقى، القصص بتاعت الديمقراطية وحقوق الإنسان والحاجات دي مش موجودة. ده تأمين. أين حقوق الإنسان فيما حدث في العراق؟ بغت السيطرة، لا، بغت السيطرة على منابع النفط في العراق، ثم من بعده سوريا عشان تدن المنطقة مقلقلة. ما هو انت ليبيا شرحه، وما يحدث في جنوب السعودية في اليمن، في اليمن شرحه. فأين حقوق الإنسان في هذا؟ مفيش. أين الديمقراطية في هذا؟ مفيش. فلما بيقول لك بدل ما يقول لك شرشيلة فم، يقول لك شرشيلة البترول، الانرجي. اي دور على البترول والطاقه. المشاهدات والخلاصه بالنسبه لنا احنا في اخر شريحه كنا حاطينها، بنقول انه التكامل العربي ضروره لتامين الوطن العربي، لتامين الوطن العربي اقتصاديا واجتماعيا وحتى تامين سلاح. تكامل ضروري جدا. التصنيع والتجاره لصالح الغير احد الوسائل الهامه جدا لاستغلال الطاقه في مصر. زي ما احنا بنتكلم النهارده عايزين نبقى مركز اقليمي للطاقه. فده هيتم ازاي؟ تجاره لصالح الغير، تستورد، تشوف مين اللي حواليك عايز يجيب غاز ويصدره من عندك، من محطاتي، من البنيه الاساسيه اللي انا موجوده عندي، مين عايز يجيب الخام بتاعه ويصنعه عندي. ده اللي شغالين عليه. ده اللي احنا شغالين حاليا. استخدام المشاهده الثالثه انه استخدام البترول كوقود يشكل جريمه.
في حق كل الاجيال القادمه. لابد من الاعتماد على استخدام البدائل البتروليه زي الفحم زي الشمس زي الهواء، واستخدامه في قيمه مضافه. لازم تحفيز وسائل النقل والركوب دي، لان ديت قصه بتستهلك كميه كبيره جدا من الوقود البترولي. فتحفيز وسائل النقل والركوب التي تعمل بالكهرباء والطاقه الشمسيه واجب لابد منه. رفع كفاءه استخدام الوقود اللي هي الصناعات التحويليه. هي ديت اللي عملت اليابان وكوريا وماليزيا وسنغافوره وكل هذه الدول. بطل تصدر خام واستخدمه، بطل تصدر بولي إثلين وصنع هنا وطلع كمبيوترات من هنا، بطل تصدر بولي استر وصنع هنا وصدر من هنا، بطل تصدر بولي بروبايلين اعمل مواسير هنا وهكذا. سماد شر كله كله. طيب شايف الاكتشافات اللي عندنا، يعني النهارده لسه في موافقه من مجلس الوزراء للبحث والتنقيب بشمال العريش في البحر الابيض المتوسط شمال سيناء. في عندنا موضوع المراكب اللي شغاله في البحر الاحمر. افندم المراكب اللي شغاله في البحر الاحمر، المراكب اللي شغاله في البحر الكشف اللي بتاع عجيبه اللي موجود في الصحراء الغربيه. كلمني بقى شويه عن احنا في الفتره اللي فاتت. الحقيقه استطاع رجال البترول جميعا من اصغر عامل حتى الوزير ان هم يبذلوا مجهود كبير جدا في الاتجاه بتاع البحث والاستكشاف مع الشركاء الاجانب. وهذا المجهود الكبير اسفر عن وضع مجموعه كبيره من الاكتشافات العملاقه زي زهر على خريطه الانتاج بطريقه مبكره، والاسراع حتى في التنميه، وده بدعم كبير جدا من الدوله للشركات الوطنيه في هذا المجال، وقدرت انها تخلص مشروعات يجب ان تنتهي مثلا في 4 أو 5 سنوات في اقل من سنتين. ده جهد كبير جدا ابتدى يتعمل. برضو استقرار السياسي والرؤية ان انت يبقى بس انا مش عايز اشتغل في البحر المتوسط بس، وممكن البحر المتوسط بكرة يبقى منطقة سخنة شوية مشتعلة، ممكن تحصل حاجة ما بين كوريا ما بين تركيا وقبرص، حاجة ما بين اسرائيل ولبنان وهكذا في هذه المنطقة. فانت بتبتدي تتجه ناحية البحر الاحمر. لو لم يكن هناك تعريف وترسيم للحدود في البحر الاحمر ما كنتش هتقدر تشتغل، لان انت برضو المياه بتاعتك حدودك الاقليميه كانت يعني شويه موقوف العمل فيها نتيجه انها مناطق ساحليه، مناطق سياحيه وبيئيه، ففي قيود على العمل في المناطق القريبه. فانت عايز تطلع بره المياه الاقليميه تشتغل في المياه الاقتصاديه، مش هتقدر تطلع بره من غير ترسيم حدود. بمجرد ما حصل ترسيم حدود دخلنا مركبين يعملوا مسح سيزمي وجيولوجي عشان يقدروا يطلعوا بالخرائط اللي نطرحها على الشركاء العالميين. خليني اقف بس هنا، يعني انا بتكلم النهارده وزير بترول مصر الاسبق، يعني انت عندك معلومات وعندك دراسات وعارف فين في احتمالات كبيره، متوقعين حاجات كبيره؟ طبعا طبعا. زهر بالنسبه لنا كان حجر زاويه في هذا الامر. ليه؟ زهر كان ضمن 15 منطقه تم طرحهم في 2012، اترسم منهم 8 في ابريل 2013، والقانون بتاعت يعني الاتفاقيه بتاعت منطقه شروق اللي فيها حقل زهر دي اتمضى في 2014. الشريك الاجنبي اشتغل 18 شهر في عمليات البحث والاستكشاف، واعلن عن الكشف التجاري اكبر كشف تجاري في البحر المتوسط حتى الان ب 30 تريليون قدم مكعب غاز في اغسطس 2015. وده واحد من، مش كده؟ ده واحد، ده بي ده واحد من 8 مناطق تم ترسيتهم قبل كده، بخلاف في 7 مناطق أخرى تم ترسيتها في المياه المتوسطة والعميقة في البحر المتوسط، بخلاف إن إحنا لسه ما اشتغلناش في البحر الأحمر، بخلاف إن في مناطق تم استخدام تكنولوجيات حديثة فيها في الصحراء الغربية زي الكشف الجديد بتاع عجيبة، بالرغم من إن الإنتاج ما هوش واو يعني مش حاجة كبيرة. بس أنت بتتكلم عمق لم يسبق الوصول إليه. ده المهم في الموضوع. ليه أنا بقول لك إن زهر كان حجر زاوية في هذا الإطار؟ لأنه في منطقة قريبة من زهر اشتغلنا فيها من 2003 ل 2010 ولم يوفق الشريك الأجنبي اللي عمل فيها في هذه المنطقة، بالرغم من إنه أنفق أكثر من 600 مليون دولار. فكان العمل في زهر ده كان، ده كان فين؟ جنوب شرق زهر. جنوب شرق زهر. يعني بالقرب من الاكتشاف ده. ده عمل حالة من الشك وإيه وبيتسميها وقفة تعبوية لكل الناس اللي في المنطقة، نشتغل ولا ما نشتغلش. بالرغم من انه في قبرص كان فيه وفي اسرائيل فيه، لكن ان المنطقه اللي عندك احنا بقى. المنطقه اللي عندك لما ما طلعش فيها فما حصلش، ابتدى يحصل شك. لما جت الناس اشتغلت في زهر ووصلت الى 6200 متر تحت سطح البحر عمق، وده عمق كبير جدا
ولقوا طبقة حاملة تزيد عن 70 متر لأول مرة، ودي اللي عملت الاحتياط الكبير. قالوا لا، الدراسات اللي قبل كده اللي كانت بتقول ان في البحر المتوسط ما يزيد عن 200 تريليون ادم كانت صحيحه. وبالتالي ابتدى كل الشركاء اللي في المناطق اللي حوالين شروق يشتغلوا بسرعه علشان لا مش عيدوا النظر، ده ابتدوا يشتغلوا بسرعه، وفي بعضهم اشترى حصص من ايني في امتياز شروق بي بي، وهو اخذ مناطق شاري 10% من حصه ايني. لا انا بتكلم على اللي حواليه اللي بيشتغلوا حواليه. المجموعه اللي حواليه حاليا بيشتغلوا، وقد تشهد يعني الشهور القليله القادمه الاعلان عن حاجات قد تكون اكبر من زهر. فده ان شاء الله في نفس المنطقه ولا بنتكلم في مناطق تانية؟ في مناطق المجاوره لزهر، في البحر المتوسط. في البحر الاحمر السعوديه في شواهد على انتاج الغاز على السواحل البحر الاحمر من الناحيه التانية، فده بيدلنا امل ان مناطق برضو بتاعتنا مياهنا الاقتصاديه في البحر الاحمر ان شاء الله هيبقى فيها شيء مباشر. ده هيبان امتى؟ ما بيبانش من الخرايط، لازم تروح. يعني احنا الخرايط اللي كانت موجوده قبل كده والدراسات بتقول في 200 تريليون، لما اشتغلنا ما عملناش ما لقيناش في المياه العميقه، فابتدى يحصل حاله الشك والريبه دي. لما جه نزلنا على اعماق اكتر نتيجه تقدم التكنولوجيا بتاعه الحفر قدرت توصل للطبقه الحامله دي وتنتج. موضوع البترول بقى، يعني غير الغاز، موضوع البترول في الصحراء الغربيه بتتكلم 2500 برميل. 500 برميل، وده حاجه رقم ما هوش كبير. لكن الجديد فيه التكنولوجيا الجديده اللي استخدمت للوصول الى اعماق ما كنتش بتوصل لها قبل كده، فده برضه بيديلك انطباع انه هقول لك على حاجه. مصر مساحتها 1,200,000 كيلومتر مربع، ما تم البحث فيه حتى الان مساحه لا تتجاوز 30% من اجمالي مساحه مصر، وما تم انتاجه من مساحة لا تتجاوز 15% من مساحة مصر، وما تم إنتاجه من هذه الحقول لا يتجاوز 30% من محتواه. فلك أن تتخيل أن أنت في 130 سنة اللي فاتوا دول كل اللي أنت أنتجته واكتشفته لا يزيد عن 5% مما ينبغي أن يكون موجود. يعني ده بيؤهلنا تماما لأنك أنت تصبح فعلا المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، تكون لاعب رئيسي في عمليات الطاقة دي، بس مش من خلال الانتاج والتصدير، من خلال التصنيع التحويلي. وانت انت النهارده عندك مقومات مش موجوده عند حد. مثلا انت لديك ايدي عامله ماهره ورخيصه في نفس الوقت مقارنه حتى بدول الجوار. فمن لديه خام بترول وعايز يجي يصنعه هنا يكرره ويعمل مشروعات بتروكيماويات يجي، واسواقه المستهدفه معروفه انها اوروبا وافريقيا، ويوفر رسوم العبور في قناه السويس كمان. متخيل؟ ويستفيد من اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة ما بين مصر وأوروبا. إيه اللي انت محتاجه بقى؟ 1 2 3 الاستثمار. الاستثمار، تسهيل الإجراءات، الاستثمار بكل ما بكل ما تعني كلمة استثمار. الاستثمار الجيد لا يعني وجود قوانين فقط أو وجود وزارة فقط. يعني مثلا بلد زي الهند لغوا وزارة الاستثمار السنة اللي فاتت، قال لك الاستثمار مش محتاج وزارة بقدر ما هو محتاج مناخ جيد للاستثمار. احنا الحمد لله بقى عندنا قانون استثمار جيد، وبقى عندنا قواعد تنفيذيه خرجت من خلال اللائحه التنفيذيه في نوفمبر اللي فات 2017. محتاجين تطبيق عملي على الارض ييسر ويسهل ويثبت ان مصر تستطيع ان تستقطب كل المستثمرين اللي حواليك سواء كانوا عرب او مصريين او اجانب. خلي بالك مش هيحصل يجي مستثمر اجنبي قبل من المستثمر المصري والعربي يكون شغال ومستريح. المصري الاول طبعا طبعا، لان المستثمر المصري يستطيع ان يجذب معاه المستثمر العربي والاجنبي. فالقصه دي محتاجه ان يتم النظر اليها اخذا في الاعتبار انه النهارده القطاع الخاص شايل 70% من عبء العماله في مصر، والقطاع الخاص هو اللي عليه عبء التنميه، فبالتالي لازم تيسر له، لابد من تيسير الامور. اشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير اسامه كمال، المهندس اسامه. بسعد بوجودي معاك استاذ ايمن، شرف. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا شكرا. وبشكرك على توضيح الصوره وتوضيح الرؤيه، وبرضو دايما بقول انتوا في قطاع البترول سبب في مشاكل العالم. بشكرك شكرا وفي سعادته. ايوه وفي سعادته. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا. بكره وبرنامجكم اسواق وعمل.